قبل ما نتكلم في حلقتنا النهارده واخبار الناشئين في الصحف والمواقع، عايز اتكلم حضراتكم الاول عن مباراه الاهلي وكايزر تشيفز. حضراتكم هتقولوا النهارده احنا مفروض قفلنا الملف الافريقي، فعلا احنا خلاص بالنسبه للاعبي النادي الاهلي الفريق الاول والجهاز الفني اغلقوا الملف الافريقي تماما، كل التركيز في المباراه القادمه يوم الخميس بنتمنى فيها التوفيق للاعبي النادي الاهلي، هتكون امام بيراميدز، مباراه هتكون قويه، مباراة في الدوري الممتاز في البطولة المفضلة للنادي الأهلي. لكن عايز أرجع شوية لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز اللي هتكون في النهائي الأفريقي إن شاء الله، يعني اتحدد ليها للحظات اللي أنا مع حضراتكم فيها يوم 17 في الشهر القادم. أول ما النادي الأهلي صعد للنهائي الأفريقي وكايزر تشيفز صعد للنهائي الأفريقي، بدأت لغة الجماهير وبدأت لغة الناس إن الأهلي خلاص ضمن البطولة العاشرة. أنا بقول لحضراتكم مفيش في كرة القدم الكلام ده. النهارده بدل الفريق وصل للمباراة النهائية زي كايزر تشيفز، فأكيد فرقة محترمة جدا جدا جدا. عندها إمكانيات كبيرة، عندها لاعبين مميزين. لما أقول لحضراتكم كمان وتسمعوا الأرقام اللي حققها كايزر تشيفز على مدار البطولة في 14 مباراة، أكيد أرقام بتخض. كمان لغة الأرقام ما بتكذبش ولا بتكون خادعة، لغة الأرقام بتكون واضحة وبتبين الفريق اللي قدامك انه فريق محترم. كايزر تشيفز على مدار 14 مباراه من اول ابتداء بطوله دوري ابطال افريقيا كلين شيت في 11 مباراه، يعني 11 مباراه مفيش فريق قدر يسجل فيهم هدف، فالنهارده ده فريق يحترم. بالعكس ده النهارده ده رقم مميز ورقم اكبر من لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي لعب 12 مباراه في البطوله ما ابتداش في الدور التمهيدي، لا كايزر تشيفز لعب اكتر منه، النادي الاهلي حقق 8 كلين شيت بس في ال 12 مباراه، يعني اربع مباريات دخل فيه اهداف، فالنهارده ده رقم مميز بالنسبه لكايزر تشيفز. انا بقول لحضراتكم الارقام دي ليه؟ علشان نبين صعوبه المباراه، وهي فعلا هتكون مباراه قويه. النهارده لما نشوف الكره الجنوب افريقيه مواجهه جنوب افريقيا كمنتخب مع المنتخب المصري هنا في كاس الامم الافريقيه 2019، حضراتكم فاكرين المباراه دي؟ النهارده لما منتخب جنوب افريقيا كسب منتخب مصر وسط ال 70 80 الف متفرج في استاد القاهره وكسبوا 2-1، كان معاهم المدرب الانجليزي باكستر. باكستر هو المدير الفني الحالي لكايزر تشيفز، مدرب عنده امكانيات كبيره، عنده خبرات كبيره، ازاي بيقدر يلاعب الفرق الكبيره؟ زي ما احنا عارفين كايزر تشيفز بيعتمد دايما على التحفظ الدفاعي، ما بيزهقش بلغه الكوره، يعني لعيبته ما بتزهقش ومدربه بيحفظ اللعيبه ازاي يقفل الاطراف وعمق الملعب، وما عندوش يعني عنده استعداد ممكن زي ما شفنا مباراه الوداد ال 90 دقيقه ممكن يدافع، لكن في خلال ال 90 دقيقه بيلعب على لعبه واحده او اثنين، هي دي خطوره المباراه ودي خطوره كايزر تشيفز. اكيد النادي الاهلي وقت ما يتم الانتهاء من الاربع مباريات القادمه اللي هيكونوا مهمين جدا للنادي الاهلي في مشوار عمر الدوري المحبب للنادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي هيتكلم عن كايزر تشيفز وهيديها مساحه كبيره وموسيماني يحفظ لعيبته الاسلوب، بس بقول لحضراتكم هو ده الشكل ودي قوه فريق كايزر تشيفز. في كلام كتير خلال الفتره السابقه واليومين اللي فاتوا عن فريق كايزر تشيفز في جنوب افريقيا، هل الوباء هناك ممكن فريق كايزر تشيفز يطلع من جنوب افريقيا ويروح المغرب؟ طب هل هناك في المغرب السلطات المغربيه ممكن تستقبل كايزر تشيفز؟ دي كلها تساؤلات لسه، يعني الفتره اللي جايه هتبان. في تساؤلات ثانيه، هل المباراه هتتاجل؟ هل المباراه ممكن تتقدم يوم او يومين عشان المنتخب الاولمبي؟ لسه لحد اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي المباراه لسه زي ما هي يوم 17/7. النادي الاهلي عنده مباراه امام بيراميدز يوم 1، عنده مباراه 4 امام سموحه، عنده مباراة 8 أمام المقاولين العرب، ويوم 11 أمام مصر المقاصة. هو ده جدول الأهلي في الدوري لسه 17 لحد اللحظة أنا بتكلم حضراتكم فيها.